أهلا بكم في محورنا الثاني. أظهرت دراسة نشرتها وسائل إعلام مختلفة أن نسبته 30% من الإناث تعرضن للتحرش في أماكن العمل والدراسة. كما ذكرت الدراسة أن أكثر من 75% من الأردنيات اللواتي تعرضن للتحرش في مكان عملهن لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية. تفاصيل هذه الدراسة أناقشها ليلة مع ضيوفي الأستاذ حمادة أبو نجمة، منسق تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. مساء الخير. مساء الخير. أيضا أرحب بالتربوية والأكاديمية دكتور أدب سعود. دكتور أدب مساء الخير. مساء الخير. أستاذ حمادة، أبدأ يعني وأنا بدي أستعرض معك، معلش مش بس هاي الأرقام اللي ذكرتها، في جملة أرقام أبرزها 41% من الأردنيات تعرضن للتحرش أثناء التنقل. أنت هون بتحكي عن وسائل النقل صحيح؟ في الزراعة. أيًا كانت. في عاملات الزراعة. عاملات؟ زراعة. عاملات الزراعة. الزراعة. نعم. جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها زادت أخطار العنف والتحرش في عالم العمل على المستوى المحلي والدولي. الحكومة مطالبة بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي أقرها مؤتمر العمل الدولي. وأنا عشان بس أوضح الاتفاقية، نطاق سلوكيات وممارسات غير مقبولة، تهديدات مرتبطة بها سواء حدثت مرة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. هاي المادة 190 لطالبة الحكومة من الاتفاقية بتوقيع عليها. طبعا نعم. بدي أعرف بس كيف عرفنا 30%، قديش العينة اللي أخذتوها، ودلالة ما ورد من التحالف الذي تمثله في هذا التقرير. تمام، شكرا. أولا بهمنا أول شيء نوضح بأن ما نتحدث عنه هو ليس التحرش الجنسي بقدر ما هو العنف والتحرش في عالم العمل. وحسب ما أنت قرأت التعريف بهمنا نعرف بأنه قضايا العنف والتحرش ليست مقصورة على التحرش الجنسي. للأسف كل ثقافتنا في التعامل مع هذا الموضوع منذ طرحه في عام 2019، وإحنا هون نتحدث فقط عن عالم العمل بمعنى حماية العمال من أخطار العنف والتحرش في عالم العمل، ولا نتحدث عن أي شأن آخر غير العمل. ولهذا السبب الاتفاقية تتحدث عن العنف والتحرش، وحسب التعريف اللي أنت قرأته تعرف الاتفاقية بأن العنف والتحرش هو له أشكال متعددة، منها الجانب النفسي ومنها الجسدي ومنها الجنسي ومنها التمييز في العمل ومنها العنف اللفظي. اللي يعني احنا سمعتوا عن قصة حمدة مثلا اللي توفت، وقيل احنا ما بنجزم هذا يترك الأمر للجهات المعنية بذلك، قيل أنها توفيت في المصنع بسبب تعنيفها من مسؤولها في العمل، وقيل عن هذا الموضوع كلام كثير. سواء صدقت هذه الحالة وكانت حقيقة سببها التعنيف أم لا، فهي تأتي في إطار هذا الموضوع اللي متحدث عنه. فأنا أستغرب جداً أن يفهم أمر قضية الاتفاقية الخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل بأنه فقط التحرش الجنسي. وحسب ما أنت قرأت في التعريف هو يتحدث عن أشكال متعددة، منها تمييز في العمل، منها العنف اللفظي، العنف النفسي، عدم المساواة، عدم تحقيق شروط وظروف العمل اللائقة التي تحفظ كرامة الإنسان. كل هذه القضايا ومن ضمنها أيضا جزء يتعلق في جانب التحرش الجنسي. هذا السبب يعني ضبط الأمور في هذا الإطار هي التي تهمنا في هذا الشأن. بهمنا نعرف كمان كتعريف آخر، أنا أولا يعني لا أريد أن أدخل في جدل حول الأرقام. الأرقام هي اسمعني دقيقة بس قبل أسمع رأي دكتور أدب، بعدين برجع لك حتى توضح النقطة اللي عندك. بس إذا في بس للتعريف فقط، من هذه الاتفاقية اتفاقية دولية صدرت عن منظمة العمل الدولية كويس. في عام 2019 في مؤتمر العمل الدولي الذي كان يرأس الأردن. صحيح. كان رئيس المؤتمر وزير العمل الأردني، بيتم اختيار طبعا، وكان هذا شرف كبير للأردن أن تترأس هذا المؤتمر المهم. واضح. وكان الحضور، لا للتوضيح مهم جدا هذا الأمر، وكان الحضور لأن منظمة العمل الدولية تمثل العمال وأصحاب العمل والحكومات، وكان الحضور الأردني ممثلا بممثلي الحكومة، ممثلي أصحاب العمل، منظمات أصحاب العمل، ممثلي النقابات العمالية، وأيضا لجنة العمل في مجلس النواب برئيسها ومقررها. واضح. شكرا دكتور أدب. أسمع وجهة نظرك بما ورد اليوم
في تقرير تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. وبالأرقام والتعريفات اللي ذكرها الآن أستاذ حمادة، تفضلي. أول شيء شكرا للاستضافة وطرح هذا الموضوع. وأنا يمكن بدي أختلف مع الأستاذ بالتعريف، أنه المقصود بالتحرش هنا ليس العنف. التحرش هو من أشكال العنف، ولكن لا أعتقد أن التقرير كان يقصد العنف، لأن العنف له تقاريره وله دراساته وكثيرة. أي تقرير تقصدي؟ التقرير اللي احنا نعم تعرف المصدر التعريف تعرف اللي ذكره الاستاذ محمد هو تعريف اتفاقيه العمل الدوليه الخاصه بالعنف والتحرش في عالم العمل وليس تعريفنا نحن. نعم، وانا قرات في الاتفاقيه ماذا عرفه وتقرير المؤتمر اللي تفضلت فيه اللي كان برئاسه الاردن وقتها، اتفاقيه دوليه نعم 2019. احنا على فكره مش مصادقين على الاتفاقيه لحد الان، هي صدرت واقرت في 2001. معلش بس خليني احكي، لان انا يعني بس للتوضيح، هي اقرت استحكي شغلي انه حتى في الاتفاقيه وردت عندك حق في الحديث ارجوك حتى. نعم. بس ما يكونش كمان يعني يكون الوقت مقصر. هذا عنف عنف؟ لا يا ستي ان شاء الله مش عنف، لا نقبل بعنف ضد اي حد. تفضل توضيح. عرفوا كمفهوم. المشكلة إحنا هنا في الإشكالية أصلا دائما في تعريف المفاهيم، حتى نناقش التقارير ومخرجاتها ونسبها يجب أن نتفق على ما هو المقصود في المفهوم. المفهوم المقصود في التقرير هو أنه أي فعل غير مرغوب يتضمن إيماءات غير أخلاقية تنتهك خصوصية أي شخص أو مشاعره، يجعله يشعر بعدم الارتباح في بيئة العمل. هذا مقصود بالتحرش أستاذي وليس العنف، ولذلك التقرير هنا ستكون الأرقام تنعكس على هذا التعريف وليس غيره، وليس العنف اللي تفضلت فيه بكل أشكاله. العنف له أشكاله اللي تفضلت فيه، والتحرش أيضا له أشكاله وطرقه التي عندما أقول تحديق، تحديق تتبع لمس إلى آخره، تحرش افتراضي، هذا مفهوم مختلف عن مفهوم العنف. أنا بس هنا بدي أتساءل، هل هناك يعني عندنا ظاهرة العنف؟ ما معنى الظاهرة؟ صحيح أنه لدينا هذا موجود، هذه الممارسات والسلوكات اللا أخلاقية موجودة عبر البشرية، ولكن هل هي يعني ترقى إلى مستوى الظاهرة عندنا في بيئة العمل؟ أنا أعتقد أنه من ناحية تربوية ومن ناحية اجتماعية هذا يسيء إلى مشاركة المرأة والتنمية التي نحن نعول عليها، اللي دائما من مؤشرات التنمية عندنا قديش المرأة بتشارك فيها. الآن بعد هذه التقارير الآن كل بيت عندنا بتسأل أن المرأة في بيئة العمل متحرش بها، إما صامتة وإما غير صامتة، وفي المواصلات هي تتعرض للتحرش، وفي الجامعة تتعرض للتحرش. إذن قد يحجم البعض عن المشاركة في سوق العمل، عن إرسال بناتهم للجامعات، عن سوء سمعة مؤسساتنا. ولذلك يطرح سؤال، وأنا هذا تساؤل مش مني أنا، لماذا طرح هذا الموضوع؟ على فكرة أنا يعني من خلال بحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية وجدت إنه هذا الموضوع مطروح بشكل يعني متوازي في كل الدول العربية. يعني مثلا في الأسبوع الماضي تم مناقشة هذا الموضوع في العراق، تم مناقشة الموضوع في الجزائر، تم عقد مؤتمر جهوي بسموه يعني إقليمي في المغرب، ونفس التقرير 30% 29.9% تعرض، يعني نفس الأرقام. نفس في مصر نفس الأرقام عندنا، 41 بالزراعة 86 بالنقل، إحنا 83، يعني ما فيها الاختلاف البسيط. هل هذا للضغط على المصادق على الاتفاقي؟ طبعا نحن بالمناسبة ضد أي عنف مهما كانت النسبة كما تفضلت، إن شاء الله حالي واحدة، ولكن هل إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي هل له علاقة بالضغط على المصادقة على الاتفاقية؟ ولأنه في بعض الأشخاص الذين تناولوا هذا التقرير يعني يوصون بأن يتم هناك تدريب للنساء، عقد ورش عمل ودورات للنساء على كيف يقاومن التحرش. ليش احنا الان بنفترض انه المراه اللي رايحه على موقع عمل هي رايحه تشتغل، مش رايحه عشان يتحرش فيها؟ طيب. فلماذا نحن نثير الريبه والشك في اذهان الاردنيين ووضع صوره لمجتمعنا اللي هو اصلا مجتمع محافظ؟ طيب، يعني وتخوفات الاستاذ الدكتوره ادب واضحه. نعم، احجام عن المشاركه في سوق العمل. نعم، والطرح المتوازي في الاردن والعراق والمغرب ومصر وعندي أرقام والجزائر والعالم كله كمان. لا ما هو اسمح لي، والعالم كله يعني. أن يصدر التقرير بذات بنسب متقاربة في كل الدول. لا مش صحيح، مش صحيح. تفضل شوف اسمع ردك سيد. تفضل يا سيد. أولا ظاهرة التحرش، العنف والتحرش في عالم العمل هي ظاهرة لا حدود لها، يعني غير مرتبطة بعالم عربي والله بالأردن، خصوصية الأردن أو غيرها، موجودة في كل العالم لأنها مرتبطة بطبيعة الإنسان بذاته بشخصه. الإنسان بطبيعته قد يعنف طفله، قد يعنف زميله،
قد يعنف يعني مس يعني موظفه وهكذا، وبالتالي سواء بالتحرش أو بالتعنيف اللفظي أو بغير ذلك، وبالتالي هاي قضية إنسانية موجودة في العالم كله، يعني غير مرتبطة بأنه والله في الدول العربية في الدول الإسلامية في الدول الغربية أكثر أقل إلى آخره، هذا ما له علاقة، هذه ظاهرة لا حدود لها جغرافيا وليست مرتبطة بأي جنس أو بعرق أو بثقافة أو بدين أو بغير ذلك، هي حالة إنسانية. إحنا ما نتحدث عنه في هذا الموضوع نتحدث فقط عن جزئية عالم العمل، العامل من حقه أن يوفر في... أن توفر له. أنت بس تقول لي في العمل بس الدراسة، بقولش بس عمل والجامعات. أوكي أوكي هلا إحنا نقلنا يعني عشان أكون دقيق، إحنا نقلنا هلا في التحرش في كل قضايا أنت الحياة. تحدثت عن النقل والنقل الزراعي، نقل الزراعة، نقل عمال الزراعة، نقل عمال الزراعة والدراسة طبعا والعمل. الاتفاقية الدولية تتحدث عن عالم العمل وليس موقع العمل، بمعنى كل ما هو مرتبط في عالم العمل، أثناء العامل، أثناء ذهابه للعمل وعودته منه، أثناء وجوده في موقع العمل، أثناء عمله عن بعد وهكذا، وبالتالي كل مراحل عمله يجب أن تتم حمايته. هلأ إحنا يعني نتحدث بأنه والله دول عربية أخرى في نفس الوقت، وليش الآن؟ أنا مش فاهم، كل قضية تطرح في هالبلد نيجي نحكي ليش اليوم؟ طب ما هو لو طرحناها قبل 10 سنين راح نحكي ليش اليوم؟ ما في سؤال ليش اليوم؟ إحنا بهمنا أن نعي بأن العامل من حقه أن يحظى بحماية، سواء كانت هذه الحماية من قانون دولي. لحظة ما كملتش الفكرة، يعني سواء هذه الحماية جاءت من قانون دولي، بمعنى هذه الاتفاقية هي قانون دولي وصادقت عليها الأمم كلها وليست هي وليدة نهج معين في العالم، ما والله بدنا نفرض فرض سلوك معين على الدول، هي فقط عبارة عن، أنا بشبهها بقضية الحماية من أخطار العنف والتعرش في العمل كقضية الحماية من كل الأخطار في موقع العمل الأخطار الأخرى. لما نتحدث عن آلة في موقع العمل يجب على صاحب العمل أن يوفر الحماية اللازمة من خطر هذه الآلة في موقع العمل. نفس الشيء الخطر الآخر هو خطر التعامل الإنساني بين الناس، وبالتالي يجب أن توضع قواعد ضبط لهذا الأمر. وأين المشكلة يا دكتورة أدب؟ وبعدين يعني ما فيش تنسيق، أي متى ما فتح الموضوع كان سيسأل. أول شيء أنا يعني فضل. دكتور أستاذ حمادة اللي حكيته صحيح مش غير صحيح بالنسبة النسب في الدول اللي ذكرتها. أنا عندي من لبنان، عندي في حتى السودان، بالمناسبة حتى في السودان كمان عقد، تخيل اللي بحكيه صحيح مش غير صحيح، حتى وإن كنت أنت بتختلف معي في طريقة طرحي للموضوع. أما أنه مطروح الآن من تقريبا يعني من خلال الشهر، نهاية الشهر الماضي والشهر الحالي، هو مطروح بعدة دول عربية وطبعا بالعالم، لأنه هو أصلا الضغط عالمي، موقع عليها حوالي قديش دولة هذه الاتفاقية؟ لسه موقع هاي دولة، هاي جديد، هاي اتفاقية دولية، هي مطلوب الآن إذن لأنها جديدة مطلوب على الدول أن تصادق عليها لكي تكون هي أصلا دخلت حيز التنفيذ، حتى إنه في لتوفي مكتوب حتى لتوفي الدول بالتزاماتها. طبعا انت يعني اسيد العارفين انه احنا معروف اي اتفاقيه دوليه ترتب عليها التزامات ماليه لازم انه كمان نكيف قوانيننا معها، وهذا احنا بنواجه ضغط في انه احنا نصادق عليها. الارقام كلها انا عملت مقارنه، وانا بالمناسبه انا يعني من طريقتي منهجيا استاذه جامعيه يعني، فرحت عملت بحث وقارنت بالارقام، ويعني زي ما تفضل الاستاذ محمد في البدايه سالك عن حتى المنهجيه، انا بركز على المنهجيه، هذه الدراسة أين أجريت؟ ما هي عينة الدراسة؟ ما هي استفادة الدراسة؟ ما هي الأسئلة؟ ما هي الظروف؟ كيف طرح السؤال؟ أنا بقول لك شغلي، أنا بقدر أعمل استبانة وأطلع النتائج اللي بدي إياها بطريقة طرحي للسؤال، بأخذ الإجابة اللي بدي إياها وممكن أخذ عكسها في نفس السؤال بطريقة طرحي للسؤال أو للشخص اللي أنا بنتقي. وهذا معروف في استطلاعات الرأي وفي المقابلات إنه إحنا مرات يعني بنوجه الإجابات إلى آخره، ولكن هل إذا إحنا نريد أن نحسن شروط العمل ونحسن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وأيضا رفع مستوى نسبة المرأة في التعليم، وإحنا بالمناسبة إحنا الفجوة الجندرية في التعليم عندنا صفر وهذا بنفتخر فيه، ولكن إحنا تحدثنا ظلينا نتحدث عن التحرش، هل إنه حماية المرأة فقط من التحرش يعني عندنا مشكلة معناته في أماكن العمل إنه المرأة غير آمنة على أخلاقها أو على شرفها أو على حياتها؟
فهذا يشير إلى خلل بنيوي اجتماعي، معناته إحنا مجتمعنا في انهيار للمنظومة الأخلاقية، بحيث أنه غير آمن على نسائه وبناته أنهم يتعرضوا للتحرش في أي بيئة. 30% على فكرة رقم مش قليل، لو حالي واحدة بتشكل. إحنا قصة التحرش اللي في الأسبوعين الماضيين اللي في الجامعة هزت الأردن، لأنه صدر في مؤسسة تعليمية المفروض هي بتمارس التربية، بتمارس بناء الأخلاق وبتشكل المنظومة الأخلاقية والاجتماعية للأمة للأمم، واللي هو أصلا مفتاح التعليم، مفتاح كل يعني سبل النهضة في أي دولة، هزت العالم كله حالي واحدة، وتناولناها إعلاميا لم نتناولها أصلا تربويا. فالحقيقة أنه هون بثير السؤال، مش أنه إحنا دائما بنشكك في إحنا في فترة من الفترات بتتذكر في بداية الألفية كان عندنا قصة جرائم الشرف، وكان العالم يشير لنا هؤلاء الذين يقتلون البنات، وصورونا كأنه الأردنيين ماسكين يعني سلاح وتخطفوا هالبنات والبنات فالتات في الشارع، ما بزبط. فإذا إحنا تحديث عن الظاهرة السيئة معروف، هذا هي إشاعة للفاحشة، والإشاعة للفاحشة يجعلها مسوغة وتصبح ظاهرة وهي لم تكن ظاهرة من قبل، لأنه بنصير بعدين حدا يدافع عنها وحدا يتمترس وراءها، وبدنا تشريعات وبدنا قوانين على أساس أنها موجودة، فبصير فيها قبول، بصير لها قبول وبدها قانون. يعني قوننة الدعوة إلى قوننة وشرعنة هذه الظواهر هي بطريقة أحيانا براءة، يعني أنا بدي أدافع بدي قانون، فأنا بصير عندي هون يعني شيوع للظاهرة وتفشي لها، فتصبح ظاهرة بعد أن تصبح حالات فردية. طيب عندك تعقيب يا صاحب؟ يعني بعدين أنا أسألك سؤال، ليش أدعو أنا لتوقيع اتفاقية العمل الدولية رقم 190؟ ما أنا أقول في تشريعات أردنية، هل التشريعات تحمي أم لم تحمي؟ اليوم تشريعاتنا تحمي ولا ما تحمي؟ قانون العقوبات، أنا بسألك. لا تحمي طبعا. ليش لا تحمي؟ طبعًا. إذا اليوم ادعت أو ادعى، التحرش مش بس بالأنثى، أحدهم بالتحرش في العمل. الآن قانون العمل لا يحتوي على أي مادة في موضوع، وبرجع بأكد تعريف العنف والتحرش يختلف عن التحرش الجنسي اللي بتتحدث عنه الأستاذ العزيزة. احنا نتحدث عن حماية عمالنا، ولا نتحدث عن قضية القضية الشائكة اللي يثار أحيانا الجدل حولها بأنها قائمة وموجودة وظاهرة أو غير ظاهرة. يجب أن نعترف بأننا لدينا مشكلة في سوق العمل، سواء كان حجمها صغير حجمها كبير، يجب أن توفر الحماية اللازمة. أنا أقول مرة أخرى بأن التعريف الخاص اللي بنتحدث عنه يتعلق بكل الأخطار التي قد تسببها سلوكيات غير سوية في عالم العمل، سواء كانت في مجال جنسي أو في مجال نفسي، في مجال عنف لفظي، في مجال سلوكيات، في مجال تمييز، حتى التمييز في العمل، أميز بين ذكر وأنثى. هاي القضايا ما إلها علاقة، لا هو في أجندة خارجية ولا هي هذا الكلام للعلم. الآن السعودية قبل حتى إصدار هذه الاتفاقية وضعت قانون خاص اسمه قانون التحرش، قانون منع التحرش، قانون كامل وليس مادة ولا هي عبارة، واستخدمت عبارة التحرش السعودية. طيب. ودول أخرى عديدة، يعني لا يمكن أن نقول بأنه هذا الأمر غير ضروري في 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 لحماية عمالنا. إحنا بنتحدث عن جزئية مهمة جدا واقعنا، وإحنا قوينا ما فيه شيء، ما في أي ولا في أي دولة عربية في قانون العمل. دكتور. عفوا أستاذ، لا يوجد بأي دولة عربية. إيش لا يوجد؟ أي قانون يجرم التحرش أو ينص على العقوبة؟ ما فيش. في دول اسكندنافية، في أمريكا موجود، في كندا. لا يا ستي، قانون اسمه نظام في السعودية، ما بسموه قانون بسموه نظام خاص بالتحرش في السعودية. وأنا شخصيا تشرفت فيما يمنع يكون هذا الكلام. أنا لا ما في يعني لا هو القصة. لا يا سيدي، إذا كان أنا اليوم بدي أعرف عقوبة المتحرش طبعا هو موجود يعني في قوانين في قانون العقوبة. لا يا ستي، موجود في معظم، الآن أصبح موجود في معظم الدول العربية، وقبل هذه الاتفاقية. وزي ما قلت لك، ارجعي الآن على نظام التحرش، منع التحرش السعودي. طيب. نظام متكامل، هو قانون يعني يعتبر. ابقوا معي ضيوفي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالأستاذة سلمى النمس، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. أستاذة سلمى، مساء الخير. مساء النور إليك ولضيوفك وللمستمعين. دكتورة تفضلي، عندك لديك تعقيب، تفضلي أرجوك. نعم. ومداخلة. عندي مجموعة من المداخلات. أولا خلينا نتفق بأنه نحن معنيين بحماية العمال والعاملات، يعني وما كل ما تحقق لهم العمال والعاملات منذ 100 عام
هو كان بسبب وجود منظمة العمل الدولية التي كما تفضل دكتور حمادة هي لا تمثل جهة واحدة، تمثل الحكومة، تمثل العمال وتمثل أصحاب العمل. وما حققنا للعمال والعاملات في الأردن كان نتيجة لالتزامنا زي أي دولة أخرى في العالم كله بعدة معاهدات، منها اللي مرتبطة بحماية الأجور، مرتبطة بحماية الأمومة وغيرها، الحصول على رعاية الأطفال، كلها قضايا تم تحقيقها من خلال أدوات دولية العالم توافق معا عليها وليست مفروضة علينا كنحن جهة كنا نجلس على الطاولة حتى نشارك في هذه الاتفاقية. نعم. هذا أولا، وهي لحماية العمال والعاملات وليس فقط العاملات. نعم. اثنين، نحن قضي منذ 2000 عام 2011 كان في لجنة اسمها لجنة إنصاف الأجور، وكان عطوفة الأستاذ حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل، ومنذ ذلك الوقت وضعنا مقترحات لتعديلات في قانون العمل كان من ضمنها الحماية من التحرش. ونحن نعرف التعقيدات المرتبطة بعدم وجود كلمة التحرش في قانون العقوبات، وهو شيء يمكن مراجعته وتعديله ولا لا يوجد إشكالية عليه. ثلاثة، نحن في عام 2017 قبل ما يكون في اتفاقية دولية حول هذا الموضوع صدرت دراسة وطنية من اللجنة الوطنية للمرأة حول التحرش في الأردن، تبين أنه في 26% من المستجيبين والمستجيبات ذكوراً وإناثاً تعرضوا لشكل من أشكال التحرش في عالم العمل والتعليم. هذا لا يعيب الأردن كما تفضل الأستاذ حمادة، هذه ظاهرة عالمية موجودة في كل العالم. وجود هذه المادة في أقل القوانين هي ليست تشجيع، لأنه نحن القوانين موجودة للردع وليس للتشجيع على الجرائم، إنما للردع، زي ما في قانون العقوبات حول الاغتصاب والسرقة، وصار في عنا للنزاهة وضد الفساد. وجود القوانين هي للردع، فكيف نقول بأننا بتبنينا قانون للحماية من العنف والتحرش نشجع عليه؟ لا، بل نحن ندعو لتبني آليات ضمن المؤسسات العمل المنشآت أن يكون لديها أنظمة داخلية للعاملين والعاملات. دكتورة سلمى، أن يقدموا، بس نقطة أخيرة، نقطة أخيرة، بس في تعقيب عندي الأستاذ، معلش في تعقيب عندي دكتورة، تفضلي يا ستي أرجوكي، تفضلي أرجوكي. نقطة أخيرة، اليوم نحن لا يوجد ما يحمي العامل أو العاملة إذا شكوا من أنه يتم بالعمل مضايقتهم، بأنه ما في اليوم أنه والله اللي عماله بيصير عمليا، من تتعرض للتحرش تخرج من سوق العمل بصمت لأنها لا تستطيع أن تتحدث عن هذه الظاهرة. ابقي معي دكتورة. طيب، بالتالي بدها تحمي حالها. واضح الملاحظة دكتورة سلمى. طب تفضلي دكتورة أدب، إذا عندك تعقيب تفضلي. دكتورة سلمى تسمع. يبدو في زي كأنه في حلقة مفقودة بين اللي بحكي واللي فهم. إحنا طبعاً ما حدش مع التحرش، ما حدش بينكر وجود الظاهر، بلاش أنا أحكيها ظاهرة، هذه السلوكات غير المرغوبة في مجتمعنا. أنا ما بحكي عن عدم المساواة، في فرق بين عدم المساواة، أنا بحكي عن أجور، أنا بحكي عن عدم المساواة، عن تمييز على أساس الجندر، هذا موضوع مختلف. لكن لما تحكي عن تحرش مفهوم عند الأردنيين وعندي وعندك وعند الكل، ومعرف حتى بالموسوعة اللي موجودة على النت، معروف ما هو التحرش المقصود والذي متضمن في الاتفاقية، هذا أمر مفروغ منه، لذلك أنا ملتزمة بالموضوع. أما أحكي والله عن مساواة حماية العمال من العنف والمساواة بالأجور، أنا معاكي طبعا، معاكي فيه وضروري، وهذه الاتفاقيات العمل نصت عليها نصا كاملا. أنا حتى في دراسة أظن للجنة الوطنية في العام الماضي عن التحرش تحديدا، التحرش بمعناه غير الأخلاقي دكتورة سلمى، وفي عندي أنا أرقام طلعتوا فيها، أنتوا طلعتوا عندك 29% و30% من النساء العاملات في أماكن العمل والدراسة تعرضت للتحرش، 20% تحديق، 17% لفظي، 16% رسائل، 15% لمس، 10% مطاردة. هذا ليس اسمه حماية عمال داخل الأجور، هذا اللي في المواصلات، هذه مش عاملة، هاي في المواصلات. أنتوا بتحكوا عن تحرش في المواصلات مش بالعمل، مواصلات عمال بالضبط، بتحكي عن زراعة، بتحكي عن طلاب كمان مش عمل، بتحكي عن عن عن, عن طالبة مش عمل. فإذا أنا بحكي عن الظاهرة، أنا بدي أحلل أنا وياك ظاهرة ونشوف ما هي أسبابها ونشوف ما هي حلولها، وليس ما أنا مش مختلفة معك فيها. أنا بالنسبة لموضوع العقوبات، بس خليني أكمل عشان أنت إذا عندك أي ملاحظة علي كمان تحكيها. بالنسبة للقانون، القوانين موجودة في متضمنة في قانون العقوبات التي تنطوي على يعني على مفهوم التحرش. هسا معنى هتك العرض، معنى الأعمال منافية للحياة، هاي كلياتها موجود، الإيذاء، هاي كلياتها موجودة في قانون العقوبات عندنا في المواد 305 و 306 و 29.
طبعا انا مش ضد انه اعمل قانون، بس انا الان مش اولويتي القانون. ليه؟ انا اولويتي بدي احكي شغلي، انا اولويتي احلل الظاهره واعرف ما هي الاسباب، واذا كان عندي نقص تشريعي انا بطالب في التشريع. ما عندي مشكله ان اطالب في التشريع، انا كنت مشرعه ويعني لي الشرف اني انا انظر في التشريعات واطالب في التعديل او الشطب او الى اخره او حتى استحداث قانون جديد، ولكن احنا بنحكي عن اولويه الظاهره. هل حللناها صحيح؟ هل نحن ارقامنا صحيحه؟ هل نفس الارقام متطابقه يعني بالملي مع كل الجهات اللي معموله يعني في لبنان وفي سوريا وفي السودان حتى؟ طيب اسمحي لي دكتورة سلمى اسمع ردك الان، تفضلي بدقيقة ارجوكي. انا بستغرب انه يعني بدنا نضلنا يعني الظاهرة من 2017 كان في دراسة ولحقها دراسات. انا ما بيهمني اقعد اقارن لبنان وتونس مع انه في بتونس قانون حول العنف ضد المرأة والتحرش. احنا بنقول دراستنا اظهرت ان من ضمن العينة انه في عالم العمل يوجد. عالم العمل هو من ساعة ما أترك باب بيتي عشان أوصل لعملي أو إذا ذهبت في رحلة عمل مع زملائي، ليس فقط داخل مكتب العمل، ليس فقط داخل المنشأة الفيزيائية. اليوم في عنا تخصيص بأنه بدنا نحمي العاملين والعاملات من التحرش والعنف، ولما تحدثت عن لجنة إنصاف الأجور، لجنة إنصاف الأجور طرحت العنف والتحرش كجزء من المشاكل، لم تتحدث فقط عن إنصاف الأجور. أنا مستغربة يعني فين الخطورة بأن يكون هناك اتفاقية دولية وهاي الاتفاقية، وفعلا هلأ كل الدول العربية عم تتحرك للمصادقة. بس دكتورة موجود عندنا في القانون العمل والعمال، موجود في قانون العمل دكتور، موجود مش موجود يحق للوزير إغلاق المنشأة إذا حدث فيها تحرش جنسي؟ لا أبدا، بلا موجود، مطروح في التعديل الآن، مقترح من مجلس النواب فقط، وأيضا للعامل الحق طيب. مغادرة والاحتفاظ بحقوقه موجود في القانون. دكتورة سلمى أظن الفكرة واضحة وأنا وقتي بداهمني أرجوكي معلش. نحن ما بدنا نغلق منشأة فيها 3000 موظف، أنا بدي المنشأة تتبنى آليات تحمي وتسمح بالشكاوى وتطبق القانون وخلص، رادعه، وليس اغلاق. يعني اغلاق المنشاه مش الحل، هناك حلول بان يكون هناك انظمه داخليه في المؤسسات يحتم عليها حمايه العاملين والعاملات. والله احنا قاعدين بنسيء لبلدنا لمنشاتنا في حاله عدم الالتزام. وشكرا لكم. شكرا دكتوره سلمى. بنسيء لجامعاتنا لمنشاتنا حتى لاخلاقنا في المواصلات. يا دكتوره ارجوكي احنا كمان ما بدنا نغطي الشمس بغربال ونقول انت ذكرتي بوضوح هذه ظاهره موجوده، آلية كيف نتعامل معها هذا موضوع قابل للنقاش والطرح. يعني علينا أن نحمي الجميع من التحرش، وأن كل من يتم التحرش بها أن تستطيع أن تأخذ حقها بالكامل. بس في خلط هذا حكي عن مفهوم التحرش والعنف، وأنا بحكي اليوم عن التحرش بعيدا عن العنف. العنف ما إلي في علاقة فيه بالزبط. العنف له قوانينه وتعديلاته وأنظمته، وهذا وعدم مساواة ما إلي فيها. أنا إلي بوضوح في موضوع التحرش بالزبط. في العمل، ويحدث تحرش في العمل وفي المواصلات وفي كل مكان، وبدنا نوقفه، وبدنا آلية دقيقة. مش أوقع اتفاقية، لأنه عشان نتفق أيضا أستاذ حمادة صحيح. أوقع اتفاق، كثير موقعين اتفاقيات صحيح، وكثير عندنا قوانين وأنظمة وتعليمات من قانون السير لا أي قانون بدك إياه لا يطبق منها شيء. تفضل طيب. تعقيب أخير عشان أولا يجب حتى نحل أي إشكالية. الدكتورة حكت أنه إحنا موجودة سواء ظاهرة أو مش ظاهرة، ولكنها موجودة وهي تعترف أهم بذلك. أهم شيء أن نعترف بوجود مشكلة حتى نحل إشكالية، يجب أن نعترف بوجودها أولا، لكنها تريد بداية أن نعرف أسبابها ونعرف وكيف أسبابها. تكون حتى نقدر نعطيها حلول مش طبعًا. دكتور طبعًا. الآن كمان بهمنا نعرف بأن الحلول الموجودة صحيح أنت بتحكي أنه مش لا يكفي توقيع الاتفاقية ولا وضع نص في القانون. للإعلام لجنة العمل في مجلس النواب الآن بدأت في اللجنة السابقة طبعا بدأت في مراجعة المادة 29 من قانون العمل لوضع عبارة التحرش الجنسي، ووضعت مسودة لذلك ولم تقر حتى الآن. لهذا السبب قضية إذا اتفقنا بنحكي عن تحرش لم توضع حتى الآن. مش لا عن عنف، أنا بحكي مش عن عنف. أيوه. أنا بحكي لك أنا بس بوضح لك بعجالة أرجوك وقت انتهى. طيب بعجالة ما يهمنا في أمر التحرش بالتحديد الفكرة ليست فقط أن نشوه زي ما تحدث الدكتورة أنه نشوه سمعة البلد. الدنيا كلها صارت تتحدث عن التحرش، كل عالم العربي وغير العربي والإسلامي كله أقر بوجود هذه الظاهرة وبدأ يتحدث عنها بمسماها. القضية المهمة إحنا ما نطالب فيه وما تطالب به الاتفاقية وما هو مطلوب ومفروض منا أن نعمل عليه، أن يوضع قانون واضح صريح يوجب على صاحب العمل على وضع قواعد للوقاية والحماية من إمكانية حصول التحرش. الوقاية الأهم من كل شيء، بمعنى
أن يكون هناك قواعد للتعامل طيب. في داخل المؤسسة واضح تحفظ يعني إن شاء الله أنا أتمنى أستاذ حمادة أنه يعني وهذا أنا بالآخر وإذا بدك نحكي بصراحة قبل ما أختم اسمح لي هي أزمة أخلاق نعم. علينا أن ندرس كيف يمكن أن نعيد الأخلاق إلى ما كانت لا عليه. يمكن أن نعيدها إلا بقواعد قانونية بدنا قواعد قانونية بالضبط. بس بدنا أول شيء نعرف أزمة أخلاق المجتمع نعم. أشكركم ضيوف الكرام.